هلا والله حبايب، اتمنى تحطون لايك لهذا المقطع. ولا مره نطلب منكم تحطون لايك، ولكن شويه دعم نازل بهذه الفتره، فاتمنى تحطون لايك عمود نرفع الدعم. الخبر اول اللي عادنا عن نور ستارز واللي صارت تبكي. فنور ستارز نزل على حسابها بالانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر صارت تبكي. اما اللي على سبب، فاول شيء واحد من اقاربها للاسف توفى، والسبب الثاني سبب هي كانت تريد تسافر للعراق ولكن للاسف سكرت المطارات، فصارت تبكي. بالله احط لكم الستوري شوفوا. عملوا لوك داون بالعراق وسكروا الحدود، هلا وصلنا الخبر فبطل في روح. بتعرفوا انه اقرف شيء عم بيصير هلا، انه العالم بطل فيها تشوف اهلها، بطل فيها تسافر، الحدود تسكرت بكل مكان، ما بقى فينا نروح نشوف اي حدا، يعني هيك. ما بعرف جايز، صرنا نخاف على اهلنا، كل يوم عم نسمع انه حدا عم يموت بكورونا. الله يخلصنا من كورونا. والله اليوم حدا من عائلتنا توفى بكورونا، فتأثرنا. الخبر الثاني عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عادنا هو وسام تكت. فوسام تكت نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات علم من خلالها انه راح ينزل مقطع جديد راح يكون عبارة عن مقلب. بميزان واضح ان المقلب راح يكون قوي، راح ينزلنا قريب، راح يكون له علاقة بالخيانة والغ. اما اليوتيوبر الثالث عادنا فهو فريق نورمال قمرمار. ونورمال نزل على حساباتهم بالانستغرام الفريق شوية ستوريات علم من خلالها انه راح ينزلوا المقطع جديد. هذا المقطع راح ينزل لنا اليوم على قناة الجلادين، راح ينزل المقطع الساعة 4. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات المقطع من متحمسين اكثر بين وسام تكت فريق نورمال. الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو الرب ورد على مصطفى ريدر. بعد ما ريدر طلع بشويه ستوري صار يتهجم بيها على احمد ابو الرب، ويتم انه هو يريد يحذف لاخر مقطع نزله انه هو يطلع عليه سترايك. فاحمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري كاتب بيه ردا على راس التمره: انا ما بلغت على الفيديو تبعك، اصلا ما حضرت الفيديو، لو جد عندك مشكله بدك تحلها كان بعثت لي مسج بدل ستوريات. فبعد ريدر مسح الستوريات اللي نزلتها كان يتهجم بيها على احمد ابو الرب. فاكتبوا لنا بالكومنتات من تشوفون الحق ويا ريدر ولو يا احمد ابو الرب. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس واصاله وقناتهم الاجنبيه ووصولها الى 2 مليون مشترك. فان شاء الله الف مبروك واقبال ال 10 مليون يا رب. طبعا لا تنسوني يا حبايبي انه تباركوا لهم بالكومنتات على هذه الانجازات الخرافيه. الخبر الخامس اللي عدنا عن جاد اوف راب والمقطع اللي نزله على قناته، وبهذا المقطع كشف بحقيقه زواج بيسان من محمد جوان واشياء خرافيه. ما ادري صراحه تشوفوا المقطع احط لكم اياه بالوصف، اتمنى الكل يروح يشوف هذا المقطع عم تعرف حقيقه زواج بيسان ومحمد جواني. طبعا يا شد بالفيديو هم راح احط لكم رابط بالوصف، الكل يروح يشوفه كمان اشوريكم بالفيديو. الخبر السادس اللي عدنا عن نورمان وليش هو معصب. فنورمان نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذا الستوريات حط لي تعليق لواحد من الاشخاص كاتب انه عن جد انه مو معقوله الزلمه عم يفكر ويتعب ينزل لكم فيديوهات. مشوا تعليقاتكم اخر شيء كل التعليقات مسخره وغزل ببعض، بدل ما تحكون على الفيديو انه فكره حلوه او مقطع حلو، حرام عليكم انه قاعد ينزل لنا وقاعد يتعب بالمونتاج واخر شيء تكون التعليقات. ولا تهتم جلادنا، الفيديو كثير حلو كالعاده افكار بتجنن. والفوق كان كاتب عن جد قرفت اليوتيوب من ورا القصه، وبعدين مع القصه صرت حاكي فيها مليون مره، حاج بكفي. فبالمختصر هو معصب من التعليقات اللي قاعدين يتغزلون بالكومنتات. ما ادري صراحه اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل بحق يعصب او لا. وبصلنا لنهايه المقطع حبايبي، لا تنسوا المقطع مع جد وفراب بالوصف، وبس جايكم فيزن من قناه ملك القصص، ومع السلامه.